تكون المهارة الأخيرة وهي المهمة التي نقدم لها بالمهارتين اليوم، وهي مهارة الموازنة والترجيح. ثم بعد ذلك لدينا تمارين عامة منوعة بحيث ندرك يعني كيفية تطبيق هذه المهارات بشكل يعني متنوع ومتعدد. وصلنا إلى أن هذه في ضمن المقدمات، بأن الترتيب أنا لا يعنيني كثيرا أن يختار المتدرب الترتيب الذي يراه بين الكليات الخمس. المهم أولا أن يتدرب على الترتيب المختار. ذكرنا أن المرتبة الأولى هي حفظ الدين، وهذا هو قول الجمهور بطبيعة الحال، ورجحناه في كما عندكم في المذكرة النظرية. المسألة الثانية، إذن عندنا حفظ الدين ثم حفظ النفس، ثم المسألة الثامنة التي ذكرناها أن تقديم حفظ النفس على حفظ النسل والعقل والمال، وهذا باتفاق. بعضهم طبعا يرى أصلا أن هناك منطق عقلي في هذه المسألة، وهو أن حفظ النفس أصلا يتضمن النسل والعقل. لذلك بعضهم يقول يمكن أن تختصر هذه كلها في ثلاث مراتب أصلا: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال. والنفس عندها يحتوي على حفظ النسل وحفظ العقل. أيضا الترتيب بين حفظ النسل وحفظ العقل، وذكرت أنا الأقوال المختلفة، ثم انتهيت إلى الراجح هو تقديم العقل على تقديم حفظ النسل. طبعا لما تكلمنا عن حفظ النسل قلنا بأنه يحتوي على ثلاث جوانب: النسل بمعنى التناسل، والنسب بمعنى الانتساب إلى الأصل، والعرض بمعنى ما هو متعلق ب حفظ النسل بالتشكيك فيه أو بالطعن فيه. ثم بيّنت هنا أن الراجح هو تقديم العقل، وقلت عندما نتحدث عن حفظ العقل فإن نؤكد أن ذلك لا يختص فقط بالجانب المادي، بل يشمل كذلك الجانب المعنوي، وهذا المدخل الأساسي في فهم الموازنة بين حفظ النسل وحفظ العقل. إذا التركيز على الجانب المادي في حفظ العقل، والذي أخذ موضعه من تركيز العلماء على التمثيل على الدوام بحد شرب الخمر، هو الذي جعل الموازنة بين حفظ النسل وحفظ العقل لا تكون متوازنة أو موازنة عادلة. لأنك أنت عندما تتكلم عن فقط أن العقل هو ما يتعلق بالجانب المادي، تتكلم عن النسل، عند حصل الخلاف بين العلماء، النسل مقدم على العقل أو العقل مقدم على النسل. لكن لو ضممنا، جعلنا ضميمة إلى حفظ العقل بجانبه المعنوي، لكان اتساع رقعة العقل أكبر من اتساع رقعة النسل. لذلك قلنا لا تكن متوازنة عادلة. وسبب الترجيح هنا هو النظر الشمولي لمفهوم العقل، وأنه شامل الحفظ المادي والمعنوي معا، وعليه فإن حفظ العقل وحفظ لملاك التكليف ومركب أمانة الشرع. هذا الترتيب الذي اخترته في الأخير، لك أن تختار ما تشاء، يعني أنا لا يعنيني كثيرا ولا أتشدد في هذه المسألة. المهم عندما تأتي للتطبيقات على الجداول القادمة، خاصة الجداول في الموازنات 15 مرتبة، تغير فقط، تجعل بدل النسل العقل أو بدل العقل النسل، هذا لك. المهم أن تنضبط في هذا الأداء. ما أنا من خلال التطبيقات والتمارين والفتاوى وجدت أن بعد اختيار هذا الترتيب بالتطبيقات العملية ثبت لي باليقين بالنسبة لي أنا أن هذا الترتيب هو الترتيب الصحيح المتمشي مع أو متناسق مع مقررات الشريعة الإسلامية: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. ذكرت هنا المتدرب يختار ما يشاء مثل ما ذكرت لكم. فقط الزيادة على الكليات، هذه مسألة ذكرتها فقط يعني إكمالا للفائدة. عدد من العلماء تكلم هل نكتفي بالخمسة أو أن نزيد على الخمسة مجموعة من الكليات الأخرى، كلام طويل للعلماء. لكن الذي تنتهي إليه بعد النظر يعني الشمولي لمفهوم هذه المقاصد أو الكليات الخمس، تنتهي إلى أن كل ما يطرح اليوم يمكن أن يضم إلى جانب من جوانب الحفظ، وهو بشكل مريح. مثل ما تضاف قضية الحرية وقضية العدالة، كلها تضاف إلى حفظ النفس في جانبها المعنوي ويكون داخله. وذلك حتى الذين دعوا في بداية النظر المقاصدي دعوا إلى الزيادة، من أمثال الدكتور الريسوني حفظه الله، تكلم في 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 نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، وذكر أنه ينبغي بحث عن الزيادة في هذه. ثم جاء بعد أكثر من 20 سنة
وقال لا أنا تأكدت الآن أنه لا يوجد أي داعي لهذه الزيادة ونبقى وكل داخل في هذه الخمس. وهذا لا يقوله شخص يعني هاوي في علم المقاصد أو شخص يعني له تخصصات متعددة ومن ضمن تخصصات، هذا شخص يعيش يستيقظ من صباحه إلى ليله يعيش على قضايا المقاصد، فهو عندما يقول هذه الكلمة فاعلم أنها قالها على عمق علمي ويعني علم دقيق جدا. نعم، ذلك قلت هل حفظ العرض كلية سادسة أم لا، وهذا ذكرت أنه يترجح هو الاكتفاء بالكليات الخمس، ثم العلماء المعاصرون الزيادة على الكليات الخمس، وذكرت منهم الدكتور الريسوني. الخلاصة أن الكليات التي رأوا أنها ينبغي أن تضاف للكليات الخمس وتمثيلهم لذلك بحقوق الإنسان والعدل والحرية وغيرها هي عند النظر الدقيق داخلة في إحدى الكليات، إما على مستوى الحفاظ عليها باعتبار الجانب المادي أو باعتبار الجانب المعنوي، ذكرت الدكتور الريسوني كمثال على ذلك. نبدأ الآن في منهجية، إما أنك أنت تضع لنفسك يعني تبدأ بمسلمات أو كذا ثم تبدأ تبني عليها يعني، أو أنك أنت لا تفترض خلو كل شيء. فأنا في حقيقة افترضت في الأساس في البحث والدراسة والتمثيل افترضت أني أنا كل هذه المطروح في كتب المقاصديين كلها بالنسبة لي غير 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 مقطوع به. يعني بديت ناقش في قضية تقديم المال على الدين، النفس على الدين، العرض على الدين، كلها طرحت تطبيقات الفتاة. بدأت بالنصوص، لما بدأت بالنصوص القرآنية بدأت بالنصوص الحديثية أتكلم على مسائل هي محل يعني ليست محل خلاف، بعدين بدأت في مسائل الاجتهادات بدأت تتركز لدي أن فعلا يعني هذا الكلام الذي قاله العلماء هو مبني على استقراء حقيقي، ما هوش قضية مزاج، يعني رجل فعلا يعني كما نقول ريان بفروع الشريعة وبأصولها باش وصل لهذا الاختيار. فهي المسألة دقيقة، يعني لما تجي أمثلة عشرات بل مئات بل ألاف الأمثلة تؤكد لك كثير من هذه المعاني المقاصدية. طيب الآن إخواني نبدأ في المهارة الأولى، وأرجو أن تركزوا يعني فيما أقول. أنا ذكرت لكم بالأمس مثال على حياتنا العملية، الإنسان أحياناً إذا أراد يتدرب على مهارة فيقسم له المهارة إلى مراحل من مهارات صغرى حتى تتكون هذه المهارات الصغرى فتتشكل بعدها المهارة الكبرى. المهارة الكبرى عندنا هي الاجتهاد المقاصدي. المهارات الصغرى اللي ننتقل من الأسهل إلى الأصعب إلى العمق هي خمس مهارات سنذكرها في هذه الدورة إن شاء الله، والمهارتين سنذكرهم في الدورات القادمة وهي تحقيق المناط واعتبار المآلات. لأن متى تأتي تحقيق المناط؟ هو أساساً تحقيق المناط يأتي عندما الانتهاء من الصياغة النظرية باش أنت تسقطها على المكلف، ما يسميه العلماء بتحقيق المناط الخاص وليس تحقيق المناط العام الذي هو محل الاجتهاد كما يقول الشاطبي رحمه الله. وعندنا اعتبار المآلات بعد أن تأخذها الآن تنظر بعد ذلك للمآلات المستقبلية المترتبة على هذه الفتوى. طيب أول خطوة يريد أن يخطوها من يريد الاجتهاد المقاصدي هو أولاً جعلنا المهارة الأولى سميناها بمهارة الإلحاق بالكليات الخمس. الذي لا يمكنه أن يدخل في هذه المهارة لا يمكنه أن يصل الاجتهاد المقاصدي. يعني الذي لا يمكنه أن يعرف يعني بعض التصرفات في قيادة الطائرة أو في قيادة السيارة لا يمكنه بحال أن يغوص في يعني أنتم عندنا في مجال القضاء، المجال القضاء هناك نظام، هناك يعني ما يمكن يوصل ليصبح قاضي يصدر الأحكام، لين يمر بمراحل معينة رغم الدراسة القضائية ورغم لكن يمر بتدريبات وأشياء ويتدرب على يد القضاء ويصبح مساعد ويصبح وكيل نيابة حسب تقسيمات الدول باش يوصل للمرحلة التي يستطيع، ثم لا يستطيع أن ينظر فيها بعض القضايا إلا أن يصبح يتمرن في مسائل أخرى أو في مهارات أخرى متعلقة بالقضايا المطروحة. هكذا في موضوع يعني مهارة الاجتهاد المقاصد. فالمهارة الأولى سميناها بمهارة الإلحاق بالكليات الخمس، وحاولت أن أختصر لكم المقدمة النظرية المتعلقة بها. فنحن إن شاء الله في خلال ربع ساعة إلى ثلث ساعة نكمل المقدمة باش ندخل مباشرة الآن في التمارين. أول قضية نهتم بها في المهارة هو وصف المهارة، حقيقة المهارة، ماهية المهارة، السؤال عن بماذا عن المهارة، ماذا نقصد بمهارة الإلحاق بالكليات الخمس. فقلت هنا حقيقة هذه المهارة وصورتها أنها ترتكز على القدرة على عدة مسائل عملية تطبيقية على نحو التالي.
يعني حاولت أن أنظر للمهارة مجموعة إجراءات، من أتقن هذه الإجراءات توافرت عنده مداخل المهارة. طبعا كون تغرس المهارة، أنا كنت أشرح للأخ الكريم من العراق كيف أن أنا لما قلت أمس الأفلاك، يعني لما قلنا بأن لما يبقى الإنسان لديه جهد ولديه وقت ولديه إتقان وهو يتدرب، هذا يدور في حول عمق المسألة، لكن بعد ذلك يسير مع الأيام، عنصر الزمن، يعني عنصر الزمن، تصل إلى حالة تصبح هذه جزء من عادته، ثم بعد ذلك تصبح جزء من شخصيته، جزء من شخصيته العلمية. ثم طبعا هي ما يسمى بالبناء الحلزوني، هو قد يدور ويصعد لفوق ويدور ويصعد لفوق، فلا ست هناك نهاية للصعود، وهو في كل يوم يزيد. لذلك هذا الفرق بين شخص يتدرب 10 سنوات في قضاء على 20 سنة في قضاء أو على 30 سنة في قضاء. نعم، فإذا كان المهارة، ما هي الإجراءات؟ هناك مجموعة من الإجراءات. تفضل سيدي. الإجراء الأول قدرة، يعني يملك الإنسان بعض القدرات. القدرة الأولى تحليل النص الشرعي أو الفتوى الشرعية تحليلا مقاصديا، بمعنى تحليل للبحث عن المصلحة والمفسدة، المصلحة الموجودة المذكورة المناط بهذا الحكم. تحليل النص الشرعي أو الفتوى الشرعية تحليلا مقاصديا، أي تجزئة النص أو الفتوى وتقسيمها إلى معاني جزئية ومعاني كلية وفقا لمعايير مقاصدية تتعلق بالكليات الخمس المقاصدية. هذا أول خطوة، قدرة على أنك تحلل. وعلى فكرة التحليل، بعضهم يعتبر التحليل، أستاذنا يعتبر التحليل مهارة، لكنها مهارة جزئية لمهارات أكبر، وبعضهم لا يعتبرها وسيلة للمهارة ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن القدرة على التحليل فن، والقدرة على التركيب أصعب. ذلك في علم السياسة كونك تحلل الوضع أسهل من كونك تركب الوضع. يعني أنت اليوم حللنا الوضع اللي موجود في المنطقة العربية كلها، إيش حاصل في سوريا وإيش حاصل في تركيا وإيش حاصل الآن في الخليج وإيش حاصل في ليبيا وإيش حاصل في المنطقة، حللنا. طيب من يعيد تركيبه من جديد ليفهم المشهد؟ فقدرة الإنسان على التحليل هذه مهارة يتدرب عليها الإنسان، وفيها نماذج وفيها أشياء كثيرة. قدرته على التركيب هذه مهارة أخرى، وهي أصعب من قدرة على التحليل، فك والتركيب. تمام. القدرة الثانية أو المعيار الثاني تحديد المعايير والضوابط المتعلقة بكل من الكليات الخمس المقاصدية، حتى يسهل إلحاق المعاني الجزئية بها عند توافر هذه المعايير. بمعنى آخر تكون لديه قدرة على استحضار معايير كل من الكليات. طيب متى يلحق الأمر بكلية الدين؟ ما هي مواصفاته؟ متى ألحقه بكلية النسل؟ متى ألحقه بكلية النفس؟ متى ألحقه بكلية؟ لذلك احنا في الدورة كنت أبحث أنا عن بعض المعايير تعين طلبة العلم. يعني مثلا ما نقول كل مثلا المطعومات والمشروبات والملبوسات والسكن مثلا تعود لحفظ النفس مثلا. لأن لما نجي مثلا نقول مثال عملي، هل يجوز للإنسان أن يقترض قرضا ربويا لشراء بيت؟ فالموازنة المقاصدية شو تقول؟ تقول انتبه الآن، حلل الفتوى، حلل الواقعة. لما تحللها ماذا تجد؟ حتجد عندك مفسدة الربا ومصلحة السكن. هذا التعارض بينهما الآن، تعارض بين مصلحة مفسدة الربا وبين مصلحة السكن. طيب مفسدة الربا عندك معايير باش تلحق الربا مباشرة، المعايير واضحة لديك، تلحقه بالمال، بكلية حفظ المال، لأنه مال تعلق بمعاملات مالية. يبقى فقط تكسيك المهارة الثانية بأي مرتبة من مراتب الكليات، هل هو في الضروري أو الحاجي أو تحسين. فرضا أنت أخذت بأنه مبتدئي، أخذته أنه من الضروري في حفظ المال. تمام. بعدين جي لمصلحة السكن. طيب مصلحة السكن بأي كلية من الكليات؟ يلحق بكلية حفظ النفس، ويلحق عند بعض العلماء إذا كان زدنا كلية سادس وهو العرض يلحق بكلية حفظ العرض، لكن الأساس أنه ملحق بكلية حفظ النفس، لأن يعني في محافظة على الأبدان من البرد ومن الحر. فلما جيت صنف بعد ذلك مهارة الإلحاق بأي مرتبة، ستقول إن كان هذا الإنسان سيعيش في الشارع، سيرمى وأطفاله في الشارع
ولا يجد سكن، مثل بعض دول في أوروبا مثلا زي سويسرا مثلا، إذا عندك أكثر من 3-4 أولاد يستحي أنك تجد بيت للأجار، يصعب عليك، إلا في مناطق فيها فساد قطعي على أبنائك وأسرتك، لأن ما أحد يأجر لك. فإما أن نكون أن السكن بمعنى الإنسان ضروري منه سيكون إنسان مرمي في الشارع يعيش تحت الأشجار وتحت معه أولاده وزوجته وأسرته هذا، أو يكون هاجي بمعنى يجد بيت لكنه لا يلبي، مثل يعيش هو في غرفة واحدة هو وأولاده وأم زوجته وزوجته ونسباته وأقاربه كلهم في غرفة واحدة. ما السبب؟ لماذا لا يؤجرون؟ لا أنا نقصد الآن للشراء، أنا نقصد الآن في أوروبا، لأن على قضية الأولاد سويسرا مثلا عزكم الله الحمام، شو تسمونه الحمام بعد العاشرة ممنوع استخدامه، ممنوع عشان الجيران، ممنوع الاستخدام طبعا ممنوع. فأنت لما تجيب 4 أولاد معناته أنت بتسبب مشكلة، كل شوية البوليس جايك، يعني ناس ترقد وناس تشتغل يعني. وإخواننا ما شاء الله إخواننا المسلمين اللي ما عنده 4 ما عنده أولاد، 4 وانت طالع يعني ما وين يجد. المهم بالمناسبة أبواب النكاح أنا بالمناسبة نفس نكمل لك مثال الذي قصدت حتى ما نخرج. أنا الذي قصدته يا إخواننا حللنا النص الآن ثم استخرجنا ما فيه من المصالح والمفاسد. فأنت لما تجي بعدين تبي تنسب كل مصلحة إلى، فتقول مثلا إذا كان يسكن في الشارع فهي ضروري، إذا كان يجد البيت ضيق أو مشقة أو فهو حاجي، إذا كان ترفه في البيت فهو تحسين، وعندها بعد ذلك تحدث قواعد الموازنات بين هذه الأمور. إذن الخطوة الأولى قد خطوة التحليل، الخطوة الثانية أنك تستطيع تطبق المعايير. تفضل أخي. بنفس المضمون، أبواب النكاح في الكتاب حضرتك ألحقتها كأني هكذا فهم حفظ النفس وليس بالنسل. أبواب النكاح؟ يعني النكاح، الزواج، الطلاق، العدة. طيب خلي إذا كان في الكتاب، أنا لست هكذا يعني، تكون أنت فهمت، لكن لا يمكن هذا. نسل. طبعا النسل ما في هذا شك يعني. إلحاق المعاني الجزئية والأحكام الفرعية التي تضمنها النص بالكليات المناسبة، هذه الخطوة الثالثة. حللت النص الشرعي، طبقت المعايير، تلحق عند ذلك، تمام؟ هذه الخطوة الثالثة. وذلك هنا يمكن نعرف عندها المهارة. فقلنا هذا التعريف من خلال الخطوات الثلاث: التمكن، من صاحب هذه المهارة، من يملك، من لديه، يعني من هو الذي يمكن ينصب بأن لديه مهارة الإلحاق، هو الذي يتمكن من الآتي: التمكن من تحليل النصوص والفتاوى الشرعية، والقدرة على إلحاق ما تضمنتها من معاني وأحكام جزئية بكلية من الكليات الخمس أو بأكثر من كلية، قد يلحق المعنى الواحد بأكثر من كلية، على أن ينجز ذلك بدقة وسرعة في الأداء، لأن هذه مواصفات المهارة، مع إتقان في التحقق، لأن مواصفات المهارة هو الإتقان، من توافر معايير الكليات الخمس المقاصدية على المعاني والأحكام الجزئية. هذا تعريف المهارة. كأن سائل سأل من هو صاحب مهارة الإلحاق، أقول لك الذي تمكن من الآتي: من تحليل النص، والقدرة على الإلحاق، والإنجاز بدقة وسرعة في الأداء، والإتقان. هذا صاحب المهارة، مع الأيام تزداد عنده، يزداد قدرته على التحليل، يزداد قدرته على الإلحاق، يزداد قدرته على يعني سرعة الأداء، يزداد على أنه يكون متقن عندما يلحق هذه المعاني بكلياتها. طيب نأتي لمثال تقريبي في قوله تعالى في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين، كما تعرفون، يعملون في البحر. فالتحليل المقاصد، انتبهوا، هذا المثال أشير عليه في المذكرة، ديروا عليه علامة، هذا المثال سيكون هو المثال الذي ستقيسون عليه عندما تأخذوا التمارين. أريدكم أن تجيبوا بنفس الطريقة، متكلفة يعني، أريد الجواب يكون بنفس الطريقة. فالتحليل المقاصد نتيجته كالتالي: العمل في كراء السفينة، يعملون في البحر. طبعا من يجي الشخص يقول لي يا شيخ هذا كان يملك السفينة، هذا أمرنا ما تقفش عليها، أنا ضربت مثال. مفسرون يقول يملكونها، لا يستأجرون، أنت خذ على هذا وجه من أوجه التفسير، مش ما تقفش، ما تعيقكش الأمثلة يعني، لأن بعض الناس عندما طبات في الأمثلة يمسك فيها معش يحول يعني. طيب، العمل في كراء السفينة، يعملون في البحر،
وهذا المعنى الآن أنا حللت ملحق بكلي حفظ المال. لما؟ كأن سائل سأل لماذا؟ لماذا ألحقته؟ التعليل: إذ أحكام الإجارة داخلة كلها في كلية حفظ المال. تمام؟ خرق السفينة هذا معيار. هذا الآن شفت هذا المعنى الأول، هذا أنت أتقنت فيه المهارة، حللت النص، طلعت أنهم يعملون في البحر، يعني النص كله أخذت منه المفيد. فيعملون في البحر بالنسبة لك عمل، هذا المعنى الجزئي ألحقت بكلية حفظ المال. لماذا؟ ما السبب؟ ما التعليل؟ لأن كل أحكام الإجارة داخلة في حفظ المال. طيب، خرق السفينة فأردت أن أعيبها، وهذا المعنى كذلك ملحق بكلية حفظ المال، ففعل الخرق تسلط على السفينة وهي مال مقوم، هذا معيار من الإلحاق بكلية حفظ المال. طيب، استيلاء الملك على السفينة، تمام؟ يأخذ كل سفينة غصبة، وهذا المعنى كذلك ملحق بكلية حفظ المال، ففعل الاستيلاء تسلط على السفينة بأكملها، والسفينة كما سبق مال مقوم، ملحق بكلية حفظ المال. انتبهت الآن كم معنى في الآية؟ طلعت عندي كم معنى؟ ثلاث معاني، كل معنى ألحقت بكلية. طبعا أنا الآن لا أتكلم عن الموازنة، لا أتكلم على مرتبة المعنى، هل هي ضروري أو هذا ليس الآن، نحن في المهارة الأولى، أرجو أن تركزوا فقط على الإلحاق بالكل، فقط المرحلة الأولى أرجو التركيز، يعني ممكن يضاف يضاف حتى خامس ما فيش إشكال، المهم القدرة على التحليل. أنا ضربت لك مثلا، تمام؟ وبهذا يتبين أن الآية تضمنت على كلي حفظ المال، وبينت كيف أن التعارض وقع بين مفسدتين كلاهما ملحق بكلي حفظ المال. هذا لما نأتي للمهارة الأخرى. ما هي المفسدة؟ مفسدة خرق السفينة ومفسدة استيلاء الملك. الآية بينت أن دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة، فشخص جاء وثقب السفينة بيده وبإرادته، أفسد السفينة يعني بإرادته. لماذا؟ ليحفظ كل السفينة. وهذا يدلك على قاعدة الكبرى، وهي أن المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى. إذن هذا مثال أريدكم أن تنحوا منحه لما نأتي للأمثلة إن شاء الله، سواء في الأحاديث أو في الآيات أو في الفتاوى. الأهداف العامة لهذه المهارة أن يكون المتدرب قادراً على استخراج واستنباط الكليات المقاصدية من النصوص والفتاوى الشرعية، مع تمكنه من إلحاق المعاني والأحكام الجزئية بالكليات اللائقة بها حسب الضوابط والمعايير. ولذلك قلنا ماذا؟ قلنا تعلل، تفسر لماذا ألحقته بكلية كذا، مثل ما ذكرنا مال المقوم يتعلق بالمال فألحقناه بحفظ المال. أهدافنا في هذه المهارة أن نعمق الفهم وتصور حدود وضوابط الكليات الخمسة. شوفوا، مع كثرة الميران فيبقى التفريق بين الكليات الخمسة والقدرة على الإلحاق بها، يبقى عندك سمت من خلال العمل، من خلال الميران، يعني سيتعمق لديك حدود كل من الكليات بشكل واضح، من خلال الخطأ، من خلال التصويب، من خلال الميران يتعمق لديك هذا، فتبقى مدرك بالضبط. قبل كثير من كل شيء الحقوق كما قلت لكم بكلية حفظي، تقول له بر الوالدين يقول لك كلية حفظ الدين، كذا كلية حفظ الدين، الصدق كلية حفظ الدين، لا الأمانة كلية حفظ الدين، فيجيك التفصيل هنا كما سيأتينا الأمثلة التي سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. التنبيه على ضرورة الاعتناء والاهتمام بالكليات الخمس المقاصدية لدى أهل الاجتهاد والإفتاء، لأن إخواني الذي يخطئ في الإلحاق الأول بالكليات الخمس سيخطئ في بقية الفتوى، تمام؟ التدريب بالممارسة المباشرة للإلحاق الفروع بالكليات المقاصدية، أي التجربة المباشرة على تعلمه مواجهة الحقائق العلمية. نحن نريد الأخ أن يخطئ ليتعلم من الخطأ الذي يقع فيه. معرفة وإدراك درجات ورتب الأحكام الشرعية وفق لانتمائها للكليات المقاصدية، تعرف على مؤشرات النجاح الخاصة بامتلاك مهارة الإلحاق بالكليات. مع كثرة الميران في هذه المهارة تبقى أنت لديك بعض المؤشرات أنك أصبحت قادراً على الإلحاق بالكليات الخمس. الأهداف التدريبية التي تتعلق بالمهارات بالسلوك: تحليل النصوص الشرعية والنصوص والفتاوى الشرعية، تحليل المقاصدية لاستخراج واستنباط مواطن الكليات، قدرة على صياغة جواب فقهي يتضمن النظر المقاصدي،
مثل ما أجبنا الآن، قدرة على تطبيق مهارة الإلحاق بالكليات الخمس في الأعمال الإفتائية، قدرة على نقد الفتاوى والاجتهادات الإفتائية وفقا لمنظار مقاصدي، أي التعود على النقد المقاصدي. فيبقى الأخ يقول لا، يعني هذه الفتوى غير منسجمة بالنسبة لي، لأنه لا يمكن، كيف يقدم هذا على هذا، وهذا ملحق بكلي كذا، وهذا ملحق بكلي كذا، والكلي هذا مقدم على هذا، هذا نقد مقاصدي. قدرة على استخدام مصطلحات المقاصدية، قدرة على تصوير المسائل الفقهية. الخطوات التي ستتخذونها هي نفس الثلاث خطوات التي ذكرتها لكم: تحليل النص الشرعي والفتاوى عبر أساليب التحليل التي تهدف إلى تجزئة المعلومات المركبة والمعقدة إلى أجزاء صغيرة، على أن يكون أساس التجزئة والبحث عن الأفعال والمعاني المكونة للنص. يعني أحيانا مثل ما سيأتينا مثلا، فيأتيك في النص معاني هو أقرب إلى في مسالك تعليل عند الأصوليين ما يسمى بالسبر والتقسيم. فأنت لما جاء ذلك الرجل الثائر، كما يضرب أهل الأصول دائما المثال الذي جاء ثائر الرأس وكذا، فأنت تبتدأ تقول هل يعني ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية لأنه ثائر الرأس أو لأنه أعرابي؟ فتبقى أنت أولا تقسم، ثم بعد ذلك تلغي الوصف الغير مناسب للحكم. فأنت قد تأخذ الآية تشرحها كلها، لكن تلغي كل هذا، يلتى يبقى فقط الوصف المناسب للحكم. قدرة على الإلحاق كل المعاني بالكليات الخمس. لذلك إخواني انتبهوا معي هنا، قلت إلحاق كل المعاني والأحكام الجزئية التي انبثقت عن التحليل بكلية من الكليات الخمس المقاصدية مع بيان سبب الإلحاق. يجب أن تذكر لي سبب الإلحاق، وذلك الإجابة عن سؤال مفاده كأنني سألت لماذا تم إلحاق هذا المعنى بهذه الكلية، لماذا ألحقنا بر الوالدين بحفظ النسل ولم نلحقه بحفظ النفس أو حفظ الدين. بحفظ الدين، فأنت تفسر. طبعا لما كنت أقرأ أن الغزالي رحمه الله كان يقول بأن بر الوالدين ملحق بحفظ النسل، أنا كنت أستغرب في البداية يعني. لكن لما استقريت فترة طويلة في الغرب وبدأت أدرس في قضية التغيرات الديمغرافية اللي حاصلة في الغرب، الغرب عندهم الهرم مقلوب، بمعنى كبار السن يمثلوا القاعدة الأكبر في المجتمع، نسبة الإنجاب قليلة جدا، وهم يعانوا من حالة انتحار جماعي عبر التغيرات الديمغرافية. أحد الأسباب الأساسية عند علماء الاجتماع فيهم هو هذه المسألة، بأن الأم أو الأب لا يشعر بأي قيمة إضافية لأبنائهم عليهم، لأن الولد عندما يبلغ 16 سنة إلى 18 سنة سيخرج من البيت ويتركهم يعيش لحاله، وقد يبقى يزورهم في السنة مرة أو يزورهم في العشر سنوات مرة، فلا قيمة إضافية في قضية البر. أما ما تكلمنا عن صلة رحم ولا تكلم عن قضية أقارب ولا هذا، ما فيه دوائر، هذه العائلة الكبيرة هذه غير موجودة أصلا. طبعا حتى في بلادنا الإسلامية أصبحت تعاني من أزمات. فلما يبقى يزهد الناس في ماذا؟ في قضية الإنجاب، بمعنى ليست هناك معنى إضافي للولد، أنا ماذا أفعل يعني أنجبه كذا في الأخير؟ بالضبط بالضبط بالضبط. وضع ذلك على الجدول المرفق الذي سنأخذ هذا الجدول، طبعا ليس عندكم لكن نحن في أوراقكم في التدريبات ستتصرفوا بنفس القضية. يعني المعاني والأحكام الجزئية تذكرها هنا، مثلا خرق السفينة، تمام، هنا مثلا تبهوا معي، خرق السفينة هنا المعنى، خرق السفينة. الكلية المقاصدية حفظ المال، الجانب المادي، ليس حفظ المال كله جانب مادي، تمام. عدلة الإلحاق لأنه تسلط على مال مقوم، معي إخواني؟ نعود والله، تمام. استيلاء الملك على السفينة هنا، الكلية الملحق بها ماذا؟ المال. الجانب المادي. علة الإلحاق تسلط على مال مقوم، تمام. ثم بعد ذلك نأتي ونرتبها على هذا الجدول: حفظ الدين، النفس، المال، العقل. الآن كلها وين اللي أخذناها في المثال؟ كلها في حفظ المال، خرق السفينة في حفظ المال، واستيلاء الملك على السفينة في حفظ المال. ممكن إعادة القبلة دكتور؟ نعم، إعادة الجدول فقط للتقريب. الآن عدنا للمثال الذي أخذناه، خرق السفينة هو المعاني الجزئية هنا، خرق السفينة، تمام، لأنك أنت هنا تكتب في الأساس
في الجدول الفارغ صح؟ فأنت هنا في الجدول الفارغ تكتب خرق السفينة معي أخي؟ هنا الكلية المقاصدية ماذا؟ حفظ المال هو في الجانب المادي. علة الإلحاق تسلط على مال مقوم. تمام؟ أستاذ ممكن يكون كليتين في نفس الوقت؟ نعم. نعم. مثلاً أنا ضربت مثل بالأمانة. لو قلت لك ألحق الأمانة، الأمانة قيمة الأمانة بأي كلية؟ ستقول لي هذه الأمانة إن كانت تتعلق بالأمانة الدينية، أمانة البلاغ الديني، فهي ملحقة بماذا؟ بحفظ الدين. وإن كانت متعلقة بالمعاملات المالية بين الناس فهي ملحقة بماذا؟ فقد يلحق بكلي وأكثر من كلي، ما في بأس. لكن عادة عند التجريد لما يكون مجرد الأمر يمكن تلحقه بأكثر من كلية، لكن في الفتوى الواحدة يصعب، في العين، في التكليف، في التشخيص الإفتائي لا يصعب عليه. لأنه يأتيك شخص أخي، هتأتيك امرأة أو رجل، يأتيك شخص لسؤال معين مشخص بواقع معين وبشخص معين. فعندما يأتيك شخص عالم ويقول لك أنا مطلوب مني أن أتكلم كلمة في منبر الجمعة تماماً، أن يعني أقول أمر معين مخالف لأمور الدين، أو أتعرض لأذية أو أتعرض لفصل من المنبر، فأنت لما جيت تحدثه هنا ستحدثه عن الأمانة الدينية. أو شخص يستفتيك أنه يشتغل في مكان وأمانته هذه تتعلق بالأمانة، فتقول له هذه ملحقة بكلية حفظي. حتى الآية الموجودة أمامنا يعني آيتين، أنا برأيي هناك يعني أمرين يتحقق، حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. خلي هذه في الآن، هذا التمارين الآن جاياتكم. هذا ما كنت أقصد. تمام بالضبط. لا ستأتيك ستلحقه. المهم عندي، المهم عندي ما هو المهم في هذه المهارة؟ المهم عندي اني ان تبدا انت تشعر بانك بدات تقرا القران ما فيه من الايات الكريمات، وبدات تقرا الاحاديث، لبست النظاره المقاصديين. هذا الذي يعنيني في هذه الدوره. الان الايه انت بدات تنظر لها، تركت نظاره اللغويين البلاغيين، بدات تنظر الان للبعد المقاصدي. هذا الذي يعنيني في هذه الدوره. هذه الخطوه الاولى، هذه اسهل المهارات، هذه بس مهاره التمرين. لذلك الان ان شاء الله نريد ان نرتب التمارين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن أيها الأحبة نريد خلال نصف ساعة أقصى شيء، لن نأخذ أكثر ولو لم ننتهي، يعني 25 دقيقة إلى نصف ساعة، نريد أن نناقش الأمثلة التي بين أيديكم. أرجو ألا ندخل في فيما يعني ليس مقصودا قصدا أصليا في هذه الأمثلة. المقصود الآن الأساس هو أننا نبحث في تحليل النص وفي إلحاق بالكليات وفي تسبيب أو تعليل هذا الإلحاق. لذلك سنسمع الأجوبة من الإخوة، من كان لديه اعتراض وليس موافقة يقول لا أنا لا أرى هذا الإلحاق ونناقش، إن كان لدي أنا اعتراض سأعترض أو غيركم على الإخوة نقول لا هذا المعنى يعني لا يلحق بهذا القسم، أو كان لدينا اعتراض على التعليل، تعليل الإلحاق. فأرجو أن نركز قليلا، سنبدأ بالإخوة الكرام طاولة هذه ثم ننتقل، فأرجو أن تركزوا الآن إخواني أحب، تركيزكم على ما يقوله الإخوة جزء من التدريب، فأرجو أن تركزوا الآن، تتركوا ما بين أيديكم إن شاء الله ستكملوه بعد ذلك. طيب نبدأ بالمثال الأول إن شاء الله، الآية الكريمة في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. تفضل إخواني، أعطيني التحليل بشكل سريع، وأعطيني الإلحاق، وأعطيني علة الإلحاق. من كان لديه اعتراض على التحليل فيه نقص، أو على الإلحاق فيه خطأ، أو على التعليل غير مناسب، فليذكر لنا ذلك حتى نتناقش بالسوعة بس. تفضل أخي. حرمة أكل الميتة وشرب الدم وأكل لحم الخنزير. إحنا نريد أن نجيب بنفس النموذج المثال. ماذا قلنا في المثال؟ بالضبط، تحليل النص أدى إلى التالي، يعني المعنى الأول حرمة أكل الميتة،
حرمة أكل الميتة؟ المقصد حفظ النفس، التعليل الضرر المتحقق على النفس وجود الدم. طيب افتح على المثال لو سمحت، المثال الذي أخذناه. نحن نريد نفس الطريقة، احنا قلنا إتقان متكلف، نريد نتبع نفس الخطوات. فلما نقول هنا، لما تفتح على المثال ستجد أن العمل في كراء السفينة كذا، وهذا المنع ملحق هكذا بكلية حفظ النفس أو كلية حفظ المال هنا، تمام؟ إذ هذا التسبيب التعليل الذي عليه. فأرجو أن نسير على نفس الخطوات، أريدكم أن تتكلفوا هذا 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 التعبير المقاصدي. لا 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 إخواننا، اسمعونا يا إخواننا دقيقة لو سمحتم، دقيقة. نحن نريد نسير على نفس المثال بس نغير. تحريم أكل الميتة، تمام؟ هنا وهذا المعنى ملحق، تمام، وهذا المعنى ملحق بكلية حفظ النفس بالجانب المادي. إيه تمام، بالجانب المادي. إذ أحكام الأطعمة داخلة كلها في حفظ النفس، هذا التعبير الذي أريده أنا، هذا التعبير. الآن أريد نتعود على التعبير المقاصدي، فنريد الإجابة هكذا. فحتى نحور، تفضل أخي الكريم. بعدها تحريم حرمة أكل المذبوح لغير الله. إذا أنت جعل الميتة ولحم الخنزير مع بعض، أحسنت. طيب الآن ما أهل به لغير الله، نعم، وهذا المعنى ملحق بكلية حفظ الدين. إذا هنا حرمة أكل ما أهل به لغير الله، طبعا نص الآية موجود. طيب وهذا المعنى ملحق بكلية حفظ الدين. حفظ الدين إذ أحكام الذبح، الأحكام الشرك، الأحكام الشرك، تحريم الشرك، أو تحريم الشرك من كلية حفظ الدين. طيب من لديه أي اعتراض على الصيغة؟ اعتراض، لا أتكلم على. طيب من لديه إضافة؟ طيب تفضل أخي. الحكم هو حرمة الذبح لغير الله، وهذا المعنى ملحق بكل حفظ الدين، إذ أحكام صيانة عقائد الناس يدخل في كل حفظ الدين. هو إخواننا هو يختلف عن الأكل. أنتم تعلمون أن الدين فيه شعائر وفيه نسك، إضافة إلى المعتقدات. نعم تفضل سيد. لا هو المقصود أن جزء من الدين. أنت لماذا ألحقته بحفظ الدين؟ لأن التنسك لا يكون إلا لله، من القربات، من الذبح، من الشعائر، كلها لله سبحانه وتعالى، لأن هذا جزء، صورة من صور التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى في النسك. النسك في كلية الدين، حتى بعض العلماء يسميه توحيد النسك. أي كلها زي بعضها أحيانا. طيب إذا نحن نقول أيا كان التعبير، الإلحاق المهم عندي أن الإلحاق تحريم ما أهل لغير الله، يعني ما فيه من مفسدة، ألحق بحفظ الدين، لأن الإهلال لغير الله من النسك المرتبط بهذا الدين، أو من تحريم هذا الأمر للحفاظ على، مثل ما ذكرت أنت في الإجابة الأولى دكتور حذيفة، حفاظ على التوحيد الذي من صلبه النسك، وتوحيد النسك لله تبارك وتعالى. هذا كله يبقى في إطار التعبير، أنا اللي يهمني هو الصياغة العامة. طيب تفضل. نعم سمع. قلنا لا حظ للمكلف فيه، صيغ بالتعليل. لا لا حظ للمكلف فيه سيكون مقصد أصلي أو تبعي، ما لك علاقة. نحن نريد نلحقه بكلي، بالكلي، بكل أي كلي من الكليات. طيب هذا يمكن لبعض الناس أن يلحقه إضافة إلى كلي حفظ الدين بكلي حفظ النفس، ممكن، لكن مش 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 أصالة. تمام. نعم حاضر دقيق. اي نعم عندك كم إضافة شيء؟ طيب حاضر. لا مازال ما أكمله، مستعجلين عليكم الإخوة. تفضل أخي. لا لا طيب نركز يا إخوانا. حاضر يا أخي. أيوة جواز أكل ما سبق عند الضرورة بضوابطها. نعم إذا المعنى هنا جواز أكل المضطر لل ملحق بكلية حفظ النفس. تمام لما؟ إذ أيوه أحكام الأكل من حفظ النفس.
داخل في كل حفظ النفس. طيب من علل بعلة أخرى في الاضطراب تفضلوا. عفوا نسيت كنا نتحدث عن أنه أيضا حفظ العقل لا 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 أرجوك أنا بسألتك على هذه. طيب تفضل يا أخي أنت من لي هنا كان رفع يده نبي في التعليل ما تعطيش مثل آخر أنا سأركز معكم في نفس المثال في أنا أمرين أولا في الموضوع الأول لا 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 حبيبي الله يرضى عليك خليني بش نركز لا لا سأكون معك شديد حتى ما تستمر في الحديث أنا أريد عندك أريدك تعلل لي في قضية المضطر ماذا كتبت من إضافة الاضطرار هو حفظ النفس أيوة لأنه هو أكل المضطر لأنه يلحق بكلية حفظ النفس إذ أن أحكام عدم أكل المضطر سيؤدي لفوات النفس عضو أو إتلاف سيؤدي لفوات النفس بالضبط عدم الأكل عند الاضطرار يؤدي إلى فوات النفس فوات النفس هو حفظ كلي حفظ النفس طيب ننتقل إلى المثال الذي بعده الآية التي بعدها الآية رقم 2 لا لا خلينا هنا الآية رقم 2 أخذتوها الآية لا 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 الآن في الآيات أنا أعطوني من أخذ الآية رقم 2 لا دقيقة حاضر ما بنأخذه غير استنوا علي يا أخواننا بس نحن ماشيين بالطاولة يعني حاضر في أخذتم الآية رقم 2 قيادة قيادة السفينة أختي أخذت الآية رقم 2 ولا تسبوا الذين طيب بسم الله أعطيني لا 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 إحنا ماشيين في الآيات الآن طيب نسمعوا للتحليل الأخت الطاولة فيها الأخت على ولا تسبوا الآية رقم 2 بنفس التعبير نريد نعبره النهي عن حب الكفار شوفي يا أخواننا اسمعونا لو سمحت الله يرضى عليك لأن رأوا مهم التركيز أنا قلت لكم من البداية تفضل لأن هذا الحوار مهم للإضافات نعم النهي نهي المسلمين عن سب الكفار سب الكفار أو آلهة الكفار آلهة ولا تسبوا الذين لا ما في أعطيني جواب بالآية النهي عن سب آلهة الكفار تمام إحاط طيب تفضل يا أختي بكل يلحق هذا المعنى ملحق بكلية حفظ الدين تمام لما في حد منكم كتب حاجة في أنتم إذ سب الكفار يؤدي إلى إذا سب الآلهة ما في سب الكفار سب الكفار مدعاة إلى أنا أتكلم عن الآية فيها سب آلهة الكفار ما طيب لا لا ما في مشكلة نسمع يا إخواننا يا إخواننا الآن الآية متضمنة لأمرين متضمنة سب آلهة الكفار وهذا المعنى هذا المعنى ملحق بكلية حفظ الدين وفي طبعا إذا ما نجي مهارة غدا هو من باب التحسيني لأن الأصل أن كل ما فيه تحقير تحقير لما عبد من غير الله ملحق بالدين أنت لما بتسب الصنم أو بتهين الصنم أنت تحقر ما عبد من غير الله هذا تدين لله نوع من البراءة من الكفر طيب سب الكفار للذات الإلهية ملحق بكلي حفظ الدين لأن لما لأن فيه اعتداء على الإيمان بالله العقيدة عقيدة الإيمان فهو لذلك ألحقناه بحفظ الدين مباشرة مرتبط بأمر عقائدي كون مثلا هذا التوازن جاء بين مصلحة شوفوا مصلحة السب لآلهة المشركين تعارضت مع مفسدة السب لله عز وجل وكانت القاعدة أن درء المفاسد مقدم عند على جلب المصالح فدفعنا هذا بهذا تماما ولا لا هكذا طيب من عنده تأويل آخر حاضر نعود لكم هل في أحد أخذ هذه الآية من جديد دكتور احنا تناقشنا في المجموعة في موضوع الآن سب آلهة المشركين نعم بعيدا عن كون هنا في كما ذكرت مصلحة السب صار نقاش انه هي مفسدة النص ايضا جاء ينهى عنها احتراما لمعتقدات الآخرين لا هذا 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 زيادة من عندك ما في احتراما لآلهة الآخر فيه نص قرآني واضح علل النهي عن السب
ولا تسبوا لحتى لا يسبوا. واضح الأمر. فلذلك نتقيد بالنص الآن. كون معاني أخرى ليس الآن مجال، هذا أمر آخر. أنا أتكلم على السياق الآية. أنت حللت المعاني، الآن نحن في بداية التحليل. كم استخرجتم معنى؟ هل استخرجتم معنى غير هذه المعاني؟ طيب تفضل زيد. أصالة جواز سب الآلهة عند عدم وجود الكافرين أو تحقيرها يعني، يعني تحقير هذا حكم. وهذا هو المعنى الأول، هذا هو اللي قلنا المصلحة. أنا قصدت أنه جواز عدم وجود عند عدم مواجهة الأصل إطلاقا. إخواني أريد هذه الفوائد مهمة جدا. إخوانا لما نعطوا المثال أو نعطوا الفتوى حاولوا تخرجوا من المطلق إلى المشخص. أنا أتكلم عن نص قرآني مشخص يصف حالة بعينها. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحقرون من آلهة المشركين أمامهم، فأدى هذا إلى أن أهل بدأوا يسبون الذات الإلهية. هذا السياق. أما على المطلق لا، أنا ما الآن لا أتناقش في المطلق، أنا لا أتناقش في المطلق يا أخواننا، أنا أتناقش تقيد بالنص. مثلا قضية رؤية المخطوبة، أنا أتكلم عن نص عندنا الرؤية، النظر إلى المرأة متعمدا، الخاطب ناظر متعمد، ما في واحد مش متعمد في النظر، نظر متعمد. فأنا أتكلم على حكم النظر عموما، لا أتكلم عن نظر المتعمد هنا. قلت لهم هيك يا دكتور قمعوني، قالوا لي لا. ما اللي قمعك؟ طيب هذا بالضبط، هذا التجزيء، تجزيء النص الموجود بين يديك. احنا كان هدفنا التدريب، لذلك لا لا معك انا، هذا التصحيح مهم، هذا جزء من التدريب. طيب نريد ان ننتقل للآية الثالثة، للآية الثالثة. الاخوة هنا حاضر سعود، الاخوة اخذتوا بالآية الثالثة؟ تفضل اعطيني بنفس، اسمحوا لي يا اخواننا، ممكن اخواننا اصحاب الطاولة ممكن تتقيدوا لي بنفس المثال مثل ما فعلوا اخوانكم في قضية التحريم، تقيدوا بالمثال حتى نتدرب عليه. ما هو قلنا احنا اي في مصلحه ومفسده، اذا جينا بالتصنيف المصلحه والمصلحه المفسده. نعم طيب تفضل، ممكن نسمعه للاخ اخواني لو سمحتم؟ تفضل اخواني ممكن نسمعه. الفطر في رمضان بسبب المرض. اذا اول معنى من المعاني هو الفطر في رمضان بسبب المرض. طيب فمن كان منكم، هنا نجي الايه، فمن كان منكم مريضا. طيب وهذا المعنى حق بكلي حفظ النفس. تمام. إذ الأحكام الأحكام حكم حفظ النفس داخل ب... إذ مفسدة المرض. أيوة أيوة ركز معي. إذ مفسدة المرض ملحقة بالبدن. كتبنا المشقة أو الهلاك ملحق بحفظ النفس. يعني يا أخي المفطر في رمضان ما حيفطر لما يكون في مشقة وهلاك، وبيأكل ميت هو. مظنة ما في مظنة يا أخي في السفر يا مظنة شيخ، لازم تفرق بين أكل الميت، أكل الميتة للمضطر، وبين الإفطار في رمضان. أيوة هكذا، مظنة الهلاك ما في، ولا ما يفطر أحد بعدين. شيخنا الهلاك في حالة المرض نحن نقصد، لأن الآية المشقة في السفر والهلاك. يعني يا أخي سامحني، واحد عنده صبع يوجع فيه وعنده ألم شديد مضطر يأخذ باراسيتامول أو بنادول، ما حيهلك هذا ولا حيضيع ألم. غير اسمح لي بس، هل يحق هذا أن يأخذ بنادول ولا ما يأخذ يفطر في رمضان؟ يا بدون هلاك يعني. فعموما لازم تفرق بين أكل المضطر للحفاظ على البدن وبين قضية الإفطار في رمضان. واحد عنده سنه ما حيهلك هذا، حيصبر للمغرب ويأخذ بنادول، لكن أخي الشرع أجاز له تعبان ومم، فهمت؟ المقصد معه مرض أشد من ذلك. إيه معك معك. إذا أقول نحن مفسدة المرض، شوف مفسدة المرض ملحقة بالبدن. نعم هذا التعليل، المرض ملحق بالبدن، له ملحق بالعقل، وله ملحق بالدين، وله ملحق بالمال. مرض مرض ملحق بالبدن، ألم في البدن، هذا سبب إلحاقنا هذه المسألة بحفظ البدن. طيب مفسدة المرض. نعم ما زال هذا الحكم الثاني. طيب أخي المسألة الثانية اسمحوا لنا إخواننا، هذا التصويب رأى مهم جدا أرجوكم. المسألة الثانية فدية من أيام أخرى. أنت شيخنا. أيوة. ما زال معدة أيام أخرى. زلنا موصول. ففدية من لا يا شيخ الله يرضى عليك. وين؟ فعدة من أيام أخرى. لا أو على سفر. على سفر. المرض غير السفر. نعم. طيب. سفر شوف. الفطر. المرض اسمع. تفضل. السفر. الفطر بسبب السفر.
ايوه الفطر يساوي السفر يعني قوله تعالى او على سفر هذا المعنى يدخل في الحفاظ على النفس اذ الاحكام شوف ما في حز ما عندي حفاظ على النفس انا اريدك تلحقها لي بكلي قل هذا المعنى هكذا بالنص هذا المعنى ملحق بكلي نبي نسمع كلمه كلي انا هنا في تدريب مقاصدي كلي لازم تذكر لي كلمه كلي اذا ما ذكرت لي كلي ما عندي وهذا المعنى ملحق بكلي حفظ النفس احسنت هكذا تعبير مقاصدي الان ايوه اذ احكام حفظ النفس اذ المفسده ملحقه مشقة ملحقة به إذ مظنة المشقة مترتبة على السفر ملحقة بالأبدان براحة الأبدان بكلية حفظ النفس تمام اللي بعدها بس خلاص ما ذكرنا باي وين صيام رمضان ملحق بكلية حفظ الدين يلا قول صيام رمضان أنا كيم صيام رمضان ملحق بكلية حفظ الدين ممتاز إذا الصيام عبادة والعبادة ملحقة عبادة كلية طيب الأمر الرابع المعنى الرابع مشروعية القضاء 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 أيضا هذا التحليل احنا بنحلل قدر المستطاع حاضر سيدي أنا أجيك بس نكمله هم ونرجع لك حاضر طيب سيدي أيضا هو ملحق بكلية ما في أيضا من البداية قضاء شهر قضاء ما أفطر المريض المسافر في رمضان معنى ملحق بكلية حفظ الدين إذ القضاء ملحق بفريضة الصيام وهي عبادتهم لعبادة الدين هكذا عبر لي تعبير مقاصدي ما تختصر ليش أنا ما أريد اختصار أنا أريد تطيل في الكلام أريد تتعود على استعمال المصطلحات قلنا أحد الأسئلة الفوائد هنا في هذه الدورة نبي نبدأ نتعود على الصياغة المقاصدية كلية حفظ الدين مصلحة مفسدة ملحقة هكذا أرجوكم يعني هاي طيب نعود إذا عندك إضافة أنت قلت لي هذه صيام رمضان من أين أتينا به بهذا النص المحدد الآية كلها في الصيام لم يتكلم هو عن وجوب الصيام هناك آيات أخرى معك إحنا هذا المعنى الموجود في الآية كلها في الآية كلها في سياق الصيام أجيز للمريض والمسافر أن يفطر في الصيام الحديث عن الصيام في الأصل طيب نأخذ الآية الثالثة اللي بعدها أنتم مجموعة طيب من مؤخذ الآية الرابعة تفضلوا سيدي بس أبدأ انتبهوا معي ركزوا الآن معي نريد إخواني أحبابي دكتور حذيفة نريد قريب من هذه الصياغة الآية الرابعة إيش فيها الفدية على من ارتكب إحدى محرمات الإحرام وهذا في يدخل في كلي حفظ الدين لأن الحفاظ على المحرمات في الإحرام نسك والنسك داخل في حفظ الدين يعني أنا أسألكم الآن كم معنى في هذه الآية لديكم؟ كم معنى استنبطوه؟ لا الأخوة بس كم معنى استنبطوه أنتم؟ فمن كان منكم مريضاً للمريض طبعاً نحن لم نفصل أجملنا يا حافظ إيش؟ لا أي كم معنى أخي استنبطوه؟ يعني نحن اختصرنا لم نذكر عندنا فريضة الحج؟ اسمح لي يا أخي نعم سيدي. المعنى الأساسي في الآية هو ماذا؟ الحج أخواني أرى الكلام الجانبي مرتي فأرجوكم ننصت تماما أرجوكم بس عشان أنا أركز المعنى الأول هو فريضة الحج نعم تمام؟ طيب المعنى الثاني المريض فمن كان منكم مريضا الذي يرتكب إحدى محرمات الإحرام طيب هذا فدية. داخل عليه فدية دفع الفدية وهذا داخل في كلي حفظ الدين لأن الحفاظ على المحرمات نسك في الحج طيب الحج هو ألم يجز للمريض في الحج إجازة للحفاظ على نفسه أن يرتكب المحظور طبعا طيب أين هو المعنى هذا أين تلحقه مش المفروض تلحق في معنى تلحقه بحفظ النفس مثل ما حصل في الصيام نعم تفضل أخي أجبني بالله يسمح لك صحيح وجوب الابتعاد عن المحظورات ممتاز إذن أول معنى الشيخ استنبط وجوب الابتعاد عن محظورات الإحرام ملحق بكلية حفظ الدين إذ الإحرام جزء من الحج والحج من الشعائر طيب. ثم جواز فعل هذه المحظورات عند المرض ملحق بكلية بكلية حفظ النفس إذ المرض مفسدة ملحقة بالبدن تمام في حاجة أخرى؟
بدل بجيبه. تمام جيد جيد. طيب في حد اخذ الايه اللي بعده ولا شو الحديث؟ لا يوجد ما اعتقد. طيب تفضلوا الحديث الاول حاضر الايه. طيب كده تفضل اخي. الاول جواز الانابه في الولايه الجمعه مش طبيعي مش حب الدين كده هذا المعنى ملحق بكلية حفظ الدين إذ أحكام الولاية العامة ترتب عليه إقامة الدين في حياة المرء وحياة الجماعة. أنا قلت هو الدين أساساً بس الدين والدنيا لأنه الولاية هي تقوم بشؤون الدين والدنيا معنا وليس فقط الاثنين. السكوت عن المنكر بما فيه الشرك من كلية حفظ الدين هذا المعنى ملحق بكلية حفظ الدين. يا أخي تفضل تفضل. لأن حفظ الجماعة مقصود أو لأن الاعتصام من الدين وحفظ الجماعة كذلك من الدين. يعني أنت الآن تحلل في قصة سيدنا قال يا هارون. طيب ممكن تحلل لي من جديد المعاني لأنها من أهم الآيات وارجعوا في تفسيرها إلى تفسير ابن عاشور. هي بتصير رسالة ماجستير طبعا. طيب تأجيل الإجازة يعني. من منكم أنتم هذا التحليل فقط من منكم أضاف إضافات من وصل الآية غير لا لا اللي بعدها لأننا بس الوقت. طيب نعيد الآن. الآن هذه الآية لماذا اخترناها وهي فيها شوي من الصعوبة وارجعوا لكلام ابن عاشور في تفسيره في تحليل والتنوير فيه كلام في كلام مهم جدا في هذه الآية تقديرات واقعية الآن نريد نحللها. المعنى الأول قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلا. طيب الامتناع فعل امتناع تأخير أول شيء أصالة جواز امتناع امتناع هارون عن إنكار عليه جامس في تمام؟ قبل تأسيسي اللي هو جواز الولاية حتى لا يضيع الناس من الراعي. لا 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 أنا ما أريدك الآن أنا قلت لك دعني مال في المعنى الآية فقط فقط أن نريد أن نتدرب. تفضل في شيء يعني إنكار المنكر يعني وجوب عليه السلام قال يا هارون ما منعك ولم يسكت على يعني لا هو سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام سكت عن منكر بني إسرائيل وعلل وفسر سكوت بني إسرائيل بأمر آخر يعني هنا مفسدة منكر بني إسرائيل وهناك المفسدة التي ستترتب على هذا الإنكار. فعندنا منكر بني إسرائيل العبادة هذا سكوت سيدنا هارون عن الإنكار وعندنا تفسير سيدنا هارون لهذا السكوت بمنكر أكبر هو تفرق تفرق الجماعة تفرق الجماعة حاضر. إذن عندك معنى أول هو إنكار موسى يعني أولا موسى أنكر على من لم ينكر عليه الصلاة والسلام وعندنا عدم إنكار هارون على بني إسرائيل تمام وعندنا خوف سيدنا هارون من 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 تفريق تفريق الجماعة بني إسرائيل. طيب في حد عنده حاجة أخرى؟ عندنا مفسدة معصية هو سماها أفعصيت أمري مفسدة هي معصية الأمر عصية الأمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في حاجة أخرى؟ هو التفصيل هو يضيع أصل لا لا ما يضيع أنا أريد التفصيل أنا أريد حل التأخير إنكار منكر يوصل. أنت كنت معنا جيت من الصباح؟ سامحني والله لا لا سامحني لأني ما انتبهت لوجهك والله سامحني بس لا لا خلونا مهم جدا الآن ماذا؟ تأخير إنكار منكر لمصلحة لا لا أنا أريد حل قدر المستطاع للمعاني تحليل في شيء آخر؟ نعم الآن عندنا ثلاث أشياء احنا شوفوا عندنا إنكار موسى على هارون وعدم إنكار هارون على بني إسرائيل وتوقف إنكار على قضية خوف هارون من تفرق جماعة بني إسرائيل. في حاجة رابعة؟ نعم شنو؟ حاضر في قول سيدنا موسى في قول الله عز وجل قال يا ابن أم أو قول سيدنا هارون قال يا ابن أم لا تأخذ برأسي بلحيتي ولا برأسي هنا جواز المساءلة بالنسبة جواز المسائل لمن هو يعني مطلوب له امر بمهمه ولم يتمها. وهذا قلناها في البدايه انكاره هذا هو الاصل. هذا نعم شيخ اتخاذ بني اسرائيل للعجل بالضبط هذا منكر تمام. اذا هذه المعاني انا ما يعنيني ممكن نستخرج سبع معاني
من استعجال سيدنا موسى ولم ترقب قولي هذا الكلمة. كيف استعجال سيدنا موسى؟ معروف استعجال لا علاقة بالخطاب لا نعم تفضل أخي. حتى استبعد يعني من الممكن أن نطلق أو نخرج عشر معاني ما في مشكلة الآية. ولكن في الآية فقط هناك الحكم واحد موجود يعني لا نحن هل نفهم نحاول لأجل فهم الآية بكل أبعادها أو نريد أن نذهب إلى الاستنباط بحكم من الآية. أنا ما أريد أنا لست هنا في وظيفة استنباط حكم قلت لكم من البداية ما زلنا بنوصل الاستنباط الآن. أنا أعطيتك مثال لتحلل كل المعاني وتلحق كل معنى بكلي فقط، لا أريدك تستنبط ولا أريدك أن تقف على الحكم، حكم هو حكم واحد لكن في معاني متضمنة داخل الحكم، عشر معاني خمس معاني هذا المهم عندي. لم نصل بعد يا إخواننا، شوفوا أنا المهم عندي هذا التصويب مهم، أنا لم أصل بعد للمهارة الأخيرة. أنا يا إخوان المهارة الأخيرة شو تقول لي الآن؟ تعال كيف وازن سيدنا هارون بين المصلحة، مصلحة الحفاظ على الوحدة جماعة بني إسرائيل ومفسدة إنكار المنكر عليه. لا أقول مفسدة العبادة لأنه منكر عليهم العبادة، يعني هو سيدنا هارون لم يقبل لم يرضى بعبادة العجل، انتبهوا هذه لم يرضاها نبي، لكن الإنكار كان في تأخير الإنكار لأن هناك منكر سيكون أكبر، هناك منكر العبادة وهناك منكر التفرق. سيدنا هارون رأى أن التفرق منكر أكبر، وهذا المعنى الذي ذكرت أن ابن عاشور رحمه الله وغيره من المفسرين حاولوا يصلوا إليه، إلى أي حد يمكن للإمام أو للمسؤول أن يراعي جماعة المسلمين، وجود يراعي معنى الجماعة. في فرق بين عدم إنكار المنكر بين تأخير إنكار المنكر بالضبط، هذه نقطة بالضبط. فأنا الآن لما نأتي للمعاني إن شاء الله تكون عشر معاني المهم عندي، فنأتي نقول إنكار موسى عليه الصلاة والسلام على هارون ملحق بكلي حفظ الدين، إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الدين. عدم إنكار هارون على بني إسرائيل لمصلحة الحفاظ عليهم حتى تكون كاملة ملحقة بكلي حفظ الدين. عدم أو إنكار الحفاظ على حفاظ هارون على وحدة بني إسرائيل منكر ملحق بماذا؟ بالدين. يعني حفظ الجماعة ملحقا بماذا؟ بالدين. الدين الدنيا شيخ. أي دنيا شيخ؟ ما تكلموش عن الدنيا. الدنيا إحنا من زمان ميتين. ترى شو ترجم؟ حفظ الدين. لأن الاعتصام. طيب وحدة الجماعة. الحرص على وحدة الجماعة. على وحدة الجماعة. من حفظ ملحق بحفظ الدين. لأن الاعتصام مأمور به. في الإطلاق. ينظر إلى الارتباط أو المترتب على ذلك. إن كان الحفاظ على وحدة الجماعة على للحفاظ على دينهم فهو ملحق بالدين، وإن كان لخوف التقاتل والتهارج فهو ملحق بحفظ النفس، وإن كان لفوات دنياهم أموالهم وتبعثر اقتصادهم وكذا فهو ملحق بكلي حفظ المال. فتبقى العملية نسبية. تمام؟